قال كل الأسماء المنطلقة والحاضرة تقدم مع المركز الأول وتابع الصدارة وتابع من تتقدم هذه الشعارات والأسماء. الزميمة على المركز الأول، محمد بن سعيد بن مطر الرميثي من يقدم الزميمة على صدارته. هذه الأسماء، المركز الثاني القادم الطيارة محمد بن عتيج بن عبد الله العميمي القادم على المركز الثاني، والمركز الثالث الشاهينية لعيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاكتبي، والمركز الرابع نتابع في هذه اللحظة القدوم من الرجيبة القادمة لمحمد الرقيبة لسعيد محمد بن سعيد بن مطر الرميثي، والمركز الخامس نتابع وصول من قبل مرموق القادمة لمحمد بن حميد بن عامر المدهوشي القادم في هذه اللحظات على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة لندان الأول للخمس المراكز الأولى المتقدمة، ولكن عودة مع الصدارة، عودة مع المركز الأول، والمركز الأول الرجيبة على المركز الزميمة على المركز الأول، الزميمة على الصدارة محمد بن سعيد بن مطر الرميثي يتقدم هنا في هذه اللحظة على الصدارة مقدما الزميمة أهل السمحة مسيطرين حتى هذه اللحظات. أحد مناطق الطف ما شاء الله يقدم هنا الزميمة على المركز الأول في زمام مساري هذا الشوط متقدمة ما شاء الله. هذا الشعار دائما يقدم النوعيات المتقدمة في زمام مسار هذا الشوط. المركز الثاني الطيارة محمد بن عتيجة العميمي قادم على المركز الثاني، والمركز الثالث شوفوا تابع في هذه اللحظات وصول من مخيفة عبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي يقدم مخيفة، ولكن وصلت وتقدمت في هذه اللحظة الرقيبة القادمة الرقيبة القادمة محمد بن سعيد بن مطر الرميثي قادم مع الرقيبة في هذه اللحظة ما شاء الله. المركز الرابع، المركز الرابع ملوح الشرجي بن محمد بن محمد بن معدن الكتبي هنا القادم على المركز الرابع، والمركز الخامس بن رشيد مع مرضية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الخماسية الماسية مع هذه الأسماء، ولكن عودة مع المركز الأول، عودة مع الصدارة. مخيفة، مخيفة غيرته، مخيفة تقدمت على المركز الأول من الجانب الآخر. الرقيبة القادمة في هذه اللحظة محمد بن سعيد بن مطر الرميثي، يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثالث القادمة ملوح الشريجي بن محمد بن معدن الكتبي ما شاء الله. شوفوا تابع هذا المنظر في هذه اللحظة الرعب، ال 400 متر الأخيرة الرقيبة على المركز الأول، الرقيبة على الصدارة قائدة مساري هذا الشوط. ملوح، ملوح على المركز الثاني الشريجي بن محمد بن معدن الكتبي القادم على المركز الثاني. هل السمحة، هل السمحة واللحظات الأخيرة، هل السمحة ولا القادم بن معدن على المركز الثاني؟ هل المدام، هل المدام؟ ولكن سلام سمحاوية للمرة الثانية. تهانينا وناموس لمالك الرقيبة محمد بن سعيد بن مطر الرميثي. المركز الثاني ملوح للشريجي بن محمد بن معدن الكتبي. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت مرضية لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، والمركز الرابع الزميمة لمحمد بن سعيد بن مطر، والمركز الخامس الشاهينية لعيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبي. التوقيت الزمني 4:45 هو توقيتنا الزمني، ساعة وصول
الرقيبة لمحمد بن سعيد بن مطر الرميثي.